نيويورك كونكريت جانجل وير دريمز ار ميد اوف ذيرز نوثينج يو كان دو ناو يور ان نيويورك نيويورك نيويورك. هاي ازيكم يا جماعه، انا ايه والنهارده انا هاكل انواع ايس كريم مختلف قدام الكاميرا. بس الحاجه الوحيده اللي كومن ما بين الايس كريم ده ان هي انواع ايس كريم من نيويورك سيتي. يا جماعه اي حد يعرفني يعرف ان انا في جزء كده مخصص في قلبي لنيويورك سيتي. من وانا صغيره من ايام كنت بتفرج على فريندز وانا نفسي اعيش في نيويورك سيتي، والسنه اللي فاتت ايام الكورونا كنت محبوسه في نيويورك سيتي، ويعني عندي علاقات كده وطيده ما بيني وما بين نيويورك. فانا متحمسه جدا لان انا بحب الايس كريم قوي، واحنا دلوقتي دخلنا في موسم الايس كريم ونيويورك عليها ايس كريمات خرافه. فيلا بينا نشوف. الايس كريم رقم واحد. طيب اللي انا شايفاه ان ده ممكن يكون شكله ايس كريم ساندي عادي، انا افتكرته ساندي، بس انا شامه من هنا ريحه جبنه بلو تشيز، وحاسه ان اكيد الموضوع ده اتعمل فيه قبل كده. بس هدوء وانا شايفه ان عفانه اهي من جوه، بس يلا مش مشكله. انا مش فاهمه ده فانيليا على جبنه ريكفور ولا ايه. اوكي ايس كريم كمثرى على جبنه ريكفور، ليه يا جماعه؟ مين في نيويورك بياكل يعني؟ هو عشان اجانب هتقرفونا يعني؟ هو فيه ايه؟ ايه اللي بعده؟ الايس كريم التاني. انا واضح عشان انا اتصالحت في الحلقتين اللي فاتوا، هما جايين يقدروني في الحلقه دي. يا جماعه انا بطني وجع، انا واحده صاحبه مرض والله العظيم، والله العظيم انا مش بتاعت الحاجات دي. ده ايه ده؟ بيض ده بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ ده بيمشي. ممكن تكون والله مربط مشمش ولا حاجه، انا ما اظنش ان دي حقيقه. انا شايفه جوز هند فوق، والجوز هند ده بيتحط عشان انا يضحك عليا. بس ماشي يلا ندوق. وبحف اهو. لا انا ما اعرفش ايه، بس هي ريحه حاجه مش ايس كريم. وليه كده؟ ليه لزاجه يعني؟ تقريبا ده كاري بقى باللبن ولا بالزبادي. شفت؟ مش انا قلت كاري؟ يعني حاجه هندي. قال لك دي مانجا مخلله وملح وايس كريم. والله انا رحت نيويورك 3 مرات ولا مره فيهم حد قال لي اكل مانجا مخلله بالايس كريم. يعني انتوا شايفين انا حتى مش عارفه ادوق. يعني انا من كتر ما انا وانا والله كنت جعانه ومتحمسه للحلقه دي، انا هرجع ماله الميجا ب 10 جنيه اللي كان ب 5 جنيه. الايس كريم التالت، ويا رب انصفني. انا بضحك من كتر المقاسي يعني. يا جماعه انا هوري بس الكاميرا عشان ما تفهمش. يا جدعان وربنا، دي كابوريا، دي كابوريا ساقعه. يعني الكابوريا بتتشرب في شوربه يعني، ما بتتاكلش في ايس. انا حتى مش قادره اتكلم والله العظيم، انا تعبت يا جماعه. انا لو ما جاليش مرض من البرنامج ده هيجيلي والله. الاكل ليه لا؟ احنا هنا بنجرب كل التجارب. ايه ده؟ حاسه ان انا اكلته قبل كده. ايس كريم فانيليا ضيعناه في حبه كوارع، حاجه تحسك جايبها مثلا من اليابان، جايبها من الصين. انا ما اعرفش انا باكل تاني ليه. حاطين جوز الهند برضه. اوعى تثق في اي حد يعمل تعمل له برنامج اكل، اوعى تثق في اي حاجه تحط لك فيها جوز هند، عشان بتضحك علينا بالجوز هند. الطبق الرابع. يا رب على التلبك المعوي اللي جالي. يا رب ما تكونش دي شطه. عارف الواحد بيدعي والحاجه تحصل فعلا. دي شطه يا شباب. انا اكلت على فكره قبل كده ايس كريم بالشطه، يعني مش نيويورك ولا حاجه، كنا عاملين حلقه وكلت ايس كريم بالشطه ولسعني وقعدت اشرب ميه واعيط. ممكن ما يكونش شطه برضو، انا بقعد اقول كده وفي الاخر بتطلع حاجه مختلفه. بس يلا. هقطع لساني دلوقتي. ده هوت صوص وايس كريم بالفانيليا، اسمه جوست ايس كريم، عشان اللي بياكله بيتحول لجوست. ده مش شطه عاديه، دي شطه تايلاندي. اول مره في حياتي اكل شطه تايلاندي، وما كنتش عايزه اكلها في الا الا اول مره اكلها في ايس كريم. يا جماعه طب مش هتصالحوني؟ طيب مش معقول تكون نيويورك ما فيهاش ايس كريم واحد عدل؟ طب ده ازاي ايس كريم يعني؟ ده مش تحت مصنفات الايس كريم، ده ممكن نقول عليه مثلجات، حاجه ساقعه، مش ايس كريم يعني. انا عايز اتجوز في البيت قوي والله العظيم. الايس كريم الخامس، يا رب انصفني.
ده ايه ده؟ في ايه المنظر ده؟ ده حاطين لي لسان ده وانا شايفه ان ده ايس كريم. ممكن يكون ايس كريم بالكركديه مثلا، بس هو هل يا ترى الكركديه وصل لنيويورك؟ ايس كريم بالكاكاكولا؟ هو في شوكولاته؟ المهم ان انا قبل ما اشم قالوا لي لا يا ايه انت هتحبي الايس كريم ده قوي. يا على كدبك، يا على كدب اللي بيشتغلوا في البرنامج ده. انا شم لقيت خل بلصمك، فانا هدوق زي ما قلت. ده ايس كريم وشوكولاته عشان يضحكوا عليا، ومن جوه خل. بس ما اعرفش ليه عاملينه لونه احمر، دي برده خدعه عشان يضحك عليا. ده برده يعني نحط السلطه ده ولا نعمل ايه؟ فلفل وخل بلسمك وفراوله، عشان طبعا عارفين انه ازاي ما نحطش فراوله. بصوا يا جماعه، انا لما حفيت كده من جوه ما كانش فيه خل ولا فلفل، كان طعمها حلو قوي. عادي ايس كريم فراوله زي اي بني ادم طبيعي. اه يما، يعني دي ما طلعتش شوكولاته؟ اه شوكولاته، بيضحك عليا. الايس كريم الاخير ده اني عارفاه للعين المجرده، تعرفي انه شيتوس. دي انا قريت عنها بصراحه وكان نفسي قوي اجربها. في هناك عندهم ايس كريم بالشيتوس العادي والشيتوس اللي هو الحراق اللي لونه احمر، وده كان نفسي اجربه قوي، وده اعتقد هيبقى طعمه حلو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت متاكده ان هم هيصالحوني في اخر حاجه، بس ده عشان انا بحب الشيتوس. زي ما قلت فانيليا وشيتوس تحفه. فانيليا ايس كريم برضو ليه مكانه ومعزه مهمه في قلبي. طيب يا جماعه، دي كانت حلقه الايس كريم المختلف من نيويورك سيتي. انا بحب نيويورك سيتي جدا، بس للاسف كل انواع الايس كريم اللي انا اكلتها النهارده ما كانتش احسن حاجه في الدنيا. الحاجه الوحيده اللي عجبتني هو الايس كريم اللي بالشيتوس. انا لحد دلوقتي حاسه ان في نار خارجه من ودني عشان الايس كريم اللي هو اللي بالشطه التايلاندي دي. يا جماعه لو جربتوا نوع من انواع الايس كريم الغريبه دي قولوا لي، ولو كده نفسكم انتوا تعملوا ميكس ايس كريم فانيليا غريب ازاي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، وكمان تدوسوا على زرار النوتيفيكيشنز عشان اول ما بعمل فيديوهات توصل لكم. يلا اشوفكم الاسبوع الجاي.